بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل حال، ونقول الحمد لله الذي هدأ من روع إخوتنا الفلسطينيين وجعل هذه الهدنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والفوز والنجاح والانتصار. أسأل الله أن يرحم شهداءهم، أن يداوي جرحاهم، أن يطفئ هذه النيران التي أشعلها عدوهم، إنه سميع قريب مجيب للدعوات. أيها السادة، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبدأ من الأسئلة التي تأتي من الفيسبوك ثم أنتقل لاتصالاتكم. أنا حاب أصير أعطي الصدقة اللي بعملها لأخي، بيمشي الحال، يعني بأخذ أجر الصدقة واللواجب، هذا الشيء بيكون يعني كأني اللي فهمت منك أنه أخوك ميت وأنت بتعملي صدقة، فبدال ما تعملي صدقة عن نفسك بدك تعمليها عن روح أخوك، بتاخذي أجر. من يفعل الخير لا يعدم أو جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. الله سبحانه وتعالى يجازي على النية وليس على العمل، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كانت النيات طيبة، النية حسنة، الله يجازي عليها، أكيد لك أجر، وكمان بيصل الأجر والثواب لأخوك، وهيك إن شاء الله بعم الخير عليكم جميعا. باخذ اتصال. ألو. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا عمري 13 سنة وما بروح صلاة الجمعة، ضروري الذهاب إليها؟ عيد، أنت عمرك 13، الله يسلمك. بعدين؟ إيه، أنا ما بروح صلاة الجمعة، ما بصلي بالجامع صلاة الجمعة، ضروري أروح وأصليها؟ هلا ضروري ليش؟ مشان نتعود عليها، يعني النبي أمرنا بالصلاة لسبع، من السبع سنين نصلي مشان تصير الصلاة هيك عنا عادي. هلا إذا ما في بلوغ ما في وجوب، بالبلوغ بيصير في وجوب، بس لكن الإنسان دائما يعني يشيب على ما شب عليه، ويبقى مستمرا على ما كان متعودا عليه، فالعادة الطيبة الحسنة تسير مع الإنسان. فلحنا من لك لا، صلي الجمعة وإن شاء الله الله هيك بيحصل لنا وإياك الأجر والثواب. باخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخنا، كيفك؟ الله يعافيك، يا مرحبا. يخلي لي إياك شيخنا، من فترة أنا اشتريت بيت من شي سنتين، من لما اشتريت البيت أنا ما عدت توفقت لا من قريب ولا من بعيد، مشاكل كثير صار عندي. نعم. يعني يا هل ترى العلم عند الله هو سحر هو حسد، ما بعرف شو الحل. يعني انت معتبر شراء البيت هو اللي عمل لك المشاكل؟ تماما. لا، انت هلا بتذبع خروف على نية، دائما لما بيشتري الانسان البيت بيذبع خروف، بيوزعه هيك للفقراء والمساكين، هاي مسنونة طبعا وليست واجبة، بيقولوا لها وكيرة، وإن شاء الله بيفك عنا هالمشاكل. أي بتفك إن شاء الله، وبتعمل لك هيك يعني جلسة ذكر بالبيت، بتقرأ البردة الشريفة، بإذن الله يذهب ما بك من هم وغم. لك الفضل شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا، الله يبارك فيك. باخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا سيد الشيخ. الله يديمك، يا أهلا وسهلا. إن شاء الله جمعة مباركة عليه، شعب السوري يفرج عن غزة وعن أهل غزة وعن أمك وعن الجميع يا رب جميع إن شاء الله. الله يجزيها خير اللي ربك عليه كمال أهل. أهلا وسهلا، تفضل. سؤال، هلا هلا البني آدم إذا بيموت بيعرف إمتى بيموت تقريبا؟ هلا في عنا زمان عنا مسارة واحد قاعدين يا حبيبي، قال لي والله حاسب، يعني حاسب إنه عمري قصير، أنا كم يوم كم شهر ما بعرف شو، بعد فترة ما طول. طيب هلا ربنا قال، ربنا قال لا حسمعك في التلفزيون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك.
ربنا قال: ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ومن الأشياء التي استأثر الله بها في علمه هي أنه لا يعلم الإنسان أجله متى ينتهي، لأنه هلأ إذا كل واحد بده يعرف إمتى بده يموت تتعطل الدنيا. هلأ طبيب بيقول له لمريض: أنت يعني ما بتعيش أكثر من شهرين ثلاثة، تلاقي ترك شغله وترك الدنيا وقعد وبلش يقرأ ويصلي وترك لأنه خلص حس أنه انتهى الأجل. هلأ شو اللي بيخلي الإنسان يشتغل؟ شو اللي بيخلي يعمل؟ الأمل، دائما الأمل بالحياة. هلأ بيقولوا أنه سيدنا إبراهيم مر أمام رجل كبير طاعن في السن، تجاوز 90، حامل هالمعول وعم يشتغل. فقال سيدنا إبراهيم: اللهم أزل الأمل من قلبه. قال: ما وجدوا إلا هالرجل، ترك المعول وجلس وترك العمل. ثم قال: اللهم أعد الأمل إلى قلبه. قام الرجل فورا وأخذ معوله وبدأ يعمل. ذهب إلى سيدنا إبراهيم، قال له: رأيتك قبل قليل تعمل وبجد، ثم رأيتك تترك المعول وتجلس، ثم رأيتك تعود إلى العمل، ما الذي جرى لك؟ قال له: جاءتني لحظة قلت أي بركة بكرة بدي موت، شو مستفيد أنا من هالشغل ومن هالعمل، وليش عم بشتغل وأجلي انتهى وأنا كبرت بالعمر وما صفي بالعمر بقية، فقعدت. ثم جاءتني لحظة فقلت: طيب لو أطال الله في عمري هيك سأبقى يعني عالي على الناس، أخذ منهم المال وأستجدي منهم الأموال، لا بعمل وباكل من كسب يدي. فقام إلى معوله. شاهدنا الكلام أنه اللي بيخلي الإنسان يعمل عنده طموح هو الأمل في الحياة. لذلك غيب الله عنه حقيقة الموت، بمعنى أنه متى سينتهي الأجل. لكن في ناس بيصير عندهم إحساس، يعني هذا الإحساس ما هو على سبيل اليقين، بيقول لك أنا كبرت بالعمر، يعني إذا عشت اليوم ما بعيش بكرة. أو هو مريض مثلا مرض عضال، يعني بيقول لك بعلم الله أنا مالي مطول. بس كم من طبيب قال لمريض، أنا بعرف مريض، قال له الطبيب: أنت ما بتعيش أكثر من شهر. هلا الطبيب توفى والمريض صار له شيء 10 سنين أو 15 سنة ما زال على قيد الحياة، وهو كل ما بيرويها القصة بيضحك، هذا المريض بيضحك من قلبه. يعني يقول لك الطبيب قال لي بدك تموت بعد شهر، مات الطبيب وبقي المريض. يعني هي قضية لا يعلمها إلا الله. ممكن الإنسان يحس إحساس مثلا أنه بسبب مرضه، بسبب مات أقرانه، بسبب يعني يكون عنده شعور، لكن بعلم الله قديش بده يعيش، قديش بده يبقى، إمتى بده يموت، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. باخذ اتصال. ألو. ألو، الله يسعدنا الصباح يا رب. صباحك مبارك، أهلا وسهلا. خلينا ياك الله، يا هلا أهلا وسهلا. سيدي الكريم، بدنا كلمة يعني وافية وكافية، الله يخليك، وبدنا تتسلط الأضواء على هالشغلة، هي شغلة غاية بالأهمية بدي أقولها. هلا سيدي الكريم، هلا في آية قرآنية: إن الذين يجتنبون كبائر الفواحش والإثم إلا اللمم. إثم والفواحش. إيه الفواحش. كبائر نعم. الإثم والفواحش إلا اللمم. تماما، إلا اللمم. سيد كتير عم بيصير مشاكل كتير عند الناس. والله أنا مثلا ما بسلم على الرجال، ما بسلم لهون، ما بسلم كذا، ليش هيك طالعة إلى آخره. هاي كلها يا سيدي مثل ما بتعرف من اللمم. من اللمم بدنا تكون يعني شغلة وافية. هذا مثلا يلي مثل ما احد المرات قلت لك انه والله جيب امك تلبس الخاتم وكذا، يعني هي شغلات بسيطه جدا جدا. يعني اساسا حديث نبوي: التعصب من الشيطان، الشيطان هو امام المتعصبين. هلا للاسف الشديد عم بينسبوا التعصب للدين، للاسف الشديد اقولها. يعني كثير ناس بيقول لك انه والله هيك قالوا لي. مين قالوا لي؟ بدنا الجواب الشافي منك. ما في قالوا لي هون، في يعني رب العالمين قال. يعني في عادات وتقاليد ما أكثرها سيدي، ما أنزل الله بها من سلطان، بينسبوها للدين سيدي. هاي شغلة غاية بالأهمية. بقال بدنا شو هي اللمم، بتكون يعني تكون يعني شافية ووافية، وبدنا تسلطوا الأضواء. يعني عم يصير مشاكل كتير، هذا عم يطلق مرته لأنه هيك طلعت، هذا عم كذا لأنه يعني شغلات كتيرة. أنت يعني أكيد
يعني بتعرفها سيدي، الله يخلينا يا اب، شغله يعني غايه بالاهميه هي، بتمنى يعني تحكي فيها سيدي، يطولنا عمرك يا رب، الله يسلمك. اهلا وسهلا. هلا الحقيقه الاحكام الشرعيه واضحه، في عنا السبع الموبقات هدول من الكبائر، وبعضهم اوصلهم للسبعين، وبعضهم حط مقاييس ومعايير انه القضيه اللي بيكون فيها لعن بتكون كبيره، اللي ما فيها لعن ما بتكون كبيره، اللي بيكون فيها تشديد من الله بتكون كبيره. المهم يعني بين مد وجزر في اختلافهم في عدد هذه الكبائر وما عداها من اللمم. اللمم يعني بالوضوء يذهب، الاستغفار بيذهب، بينما الكبيرة بدها اقلاع وبدها استغفار وبدها نية على عدم العودة. وبدنا نتعلم يعني الاحكام الشرعية لنفرق بين التعصب وبين التفلت، اثنين ممنح يعني. كمان الواحد انا ما بدي اتعصب بس بدي اتفلت من الدين، هي مثل هي يعني. لا تعصب أن تشدد على نفسك مثل ما شدد اليهود. اليهود الله قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بلشوا ما لونها وكذا، وظلوا يشددوا على أنفسهم حتى شدد الله عليهم ببقرة لا يوجد لها نظير في الكرة الأرضية عند شخص واحد، وبعث له ملك وقال له إذا بدهم يشتروها بتطلب يعني بوزنها ذهب يعني هذا بيشدد، الله بيشدد عليه. اللي بيشدد على حاله في الأحكام مثل اللي بيتفلت، مثل كمان هذا الحكم أنا ما بدي سوي، بدي اتفلت لك هيك الدين، ما بدي أنا أخي، أي عصبية يعني. لا بدنا نعمل تشدد ولا بدنا نعمل تفلت. قال له علمني دينا وسوطا، لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا هبوطا. هيك قال له لسيدنا الحسن، واحد قال له لسيدنا الحسن هذا الكلام. دين وسط يعني، لا بدنا شدة ولا بدنا تفلت، بدنا الأحكام اللي الله أنزلها مثل ما هي مبينة بالقرآن وبالسنة. وبعدين يعني الشدة منبوذة والتفلت منبوذ. النبي قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هيك بيقول ربنا في القرآن الكريم. باخذ اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. مرحبا دكتور. كم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية ومنشكرك على البرنامج الحلو. شكرا شكرا لك يا حبيبي. ممكن سؤالين لو سمحت؟ تفضل. الله يعطيك العافية. في عندي في صديقي بالشغل بالعقارات بالبيع والشراء، ما عنده مكتب، بالشغل على التليفون على رفقاته، بتعرف وقت بيبيعوا بيت بيطلع له كوميسيون تعبته، هذا الكوميسيون حلال؟ الطرفين بيعرفوا، البايع والشاري بيعرفوا انه هو بده ياخذ كوميسيون. طبعا ايه جائز، ما في اي اشكال ابدا. شكرا لك. ان شاء الله هيك الله بيكتب السعاده والتوفيق والسرور للجميع. ايها الساده والمشاهدون والمشاهدات نذهب الى فاصل. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك يا رب. بس من بعد اسمك شيخي الكريم بدي اسالك سؤال. اتفضل. الله يزيد فضلك يا رب. هلا انا موظفه وعملي بيتطلب اني ادفع رسوه للموظفين، ما بعرف انه هذا الشيء حلال ولا حرام، يعني انا بتحاسب اني انا عم بدفع رسوه، بس انا لو ما بدفع رسوه صراحه يعني ما بتنسي اموري. هلا الرشوه حرام قولا واحدا، لكن الضرورات تبيح المحظورات. معنى الضرورات انه انا ما بتمشي المعاملة ابدا فانا مضطر ادفع لتمشي. أيوة. اما لا هي بتمشي بس انا بدي اتأخر شوي بالدور يعني. هلا احنا هي الرشوة اللي هي ما بتجوز وهي حرام، انه انا بفيني اخذها لكن بدي انتظر دوري. هلا الرشوة شلون بتصير؟ بدي اعجل الدور تبعه، بده كذا. اذا هيك لا، انا قطعت اشارة المرور، هم بده يرشي مشان ما يكتبوا حرام يعني، مخالفة، هو عمل مخالفة ما بيجوز. الرشوة انه حدا تبلاني وما في حل الا هيك،
فكلنا بنقدر نقدر هذا الأمر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، والرشوة هي حرام. ناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بدي أسألك سؤالين، معلي؟ ايه تفضلي. لو سمحت أنا بدي أسأل أول سؤال، شو حكم الزوج إذا كان حال رامي يمين الطلاق على زوجته هو نسيان وهي متذكرة؟ هلأ هي متذكرة، هلأ هو اليمين أول مرة رامي من 10 سنين، والثاني صار بعد 10 سنين. من 10 سنين شو كان اللفظ؟ من 10 سنين كان قايل لزوجته لابنه قول لأمك أنت طالقة. طيب هي واحدة، هذا وقع. الثاني؟ الثاني كمان كان معصب كثير، قام رمى يعني قال لي أنت طالقة. الثالث؟ والثالثة كمان هيك قال لي كمان بعد يعني كمان يعني كل طالقة في بيناتهم كذا سنة، يعني مو إنه قفى بعض. يعني ثلاثة بلفظ أنت طالق. إيه أنت طالقة، هي ثالث مرة قال لي إياها أكثر من مرة يعني. خلص وقع الطلاق. طيب هلا هو شو حكمه هلا هو لما نحن عم نقول له، عم يقول لي رجع يقولوا لامكم قولوا لا ترجع انا مالي مطلقه، هلا عم اقول له انا انه انت رامي اليمين، قال لي انت امتى صار هذا الشيء انا مالي متذكر. البينه على المدعي واليمين على من انكر، يعني انتوا اذا عنكم شهود وعنكم كذا خلص، والا الكلام كلامه اذا ما في شهود. ايوه يعني واقع الطلاق. الطلاق بيعق، طلاق إذا قالوا بيقع، وثلاث مرات بأماكن متفرقة بلفظ أنت طالق خلص وقع ما بقى ترجعي له، والله أعلم. بناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. رحمة الله وبركاته. أستاذ سؤال، الله يخليك. أتفضل. وفي سؤال بعده كمان صغير إن شاء الله. أتفضل. دكتور أنا نادر خاروف. نعم. أنه أكل منه أنا وولادي، بس في أولاد عندي بعاد مختصين حالهم الزوجين وبعاد عني، وفي أولاد ببيتي يعني محبوطة يساكني. يعني أنت وقت ندرت قلت أنا بدي أكل منه؟ والله هيك يمكن ذكرت أنا بشهادة بنتي وزوجتي إنه إن شاء الله أنا بدي بنقعد ناكل أنا وولادي منه، نحطه بناكل أنا وولادي منه. إيه زعلت ندرا علي إنه أذبح خروف بدي أكل أنا وولادي منه بتاكله؟ دكتور قلت بالحرف الواحد ان شاء الله هيك. هلا هيك ما بتاكلوا، ما بتاكلوا منه. يذبح خروف ان شاء الله من الايام اللي جايه واقعد ناكله انا واولادي. هلا بهاللفظ هاد ما بتاكلوا، بيبقى للفقراء والمساكين. بهاللفظ هاد ما باكله؟ لا، الاصل والفروع ما بتاكل منه. امرك. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني دكتور، انا من يوم عمري شوي بالعصبية، يعني معي عصبية، وبعدين معي أنا كولون، معي كولون مقضيني كتير يعني، هذا اسمه الكولون العصبي. صبري قليل شوي يعني، يعني كلمة واحدة يعني تستفزني وبتطالعني من علي، وبتصرف بدون معي يعني، وبندم بعد اللي بقعد هيك وبرو شوي بندم. طيب سؤال، السؤال دواء للعصبية؟ نعم. هو السؤال دواء للعصبية مو أنا سمعت منك إنه اللي بشدد هلأ قبل بشوي، سامعك أنا بتابعك على طول كل أسبوع. تمام. سمعت منك إنه اللي بشدد الله بشدد عليه. صحيح. أنا ما بشدد، أنا مو طيب يعني، بس بعصب يعني بطبيعة لا إرادية. تمام. هلأ الدواء للعصبية ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني دائما مسيك الصلاة على النبي، مسيك الاستغفار، مسيك لا إله إلا الله، مسيك لا حول ولا قوة إلا بالله، مسيك حسبي الله ونعم الوكيل، وطلب من الله الصبر. إنه الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتصبر يصبره الله. يعني اللي رايد يصبر، اللي بيطلب الصبر بصدق من الله، الله بيصبره. فلذلك يعني الذكر والالتجاء إلى الله وصحبة الصابرين، يعني وكونوا مع الصادقين. لإلك واحد باله طويل قلبه بارد هيك امشي معه، يعني بدك تنعدى شوي منه، أو هو بده ينعدى منك وصير عصبي، واحدة من التنتين. باخد اتصال. ألو.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت سؤال تاني، أنا اتصلت من شوي. أي تفضلي. هلأ هو الزوج من مدة اشترى بيت واعتاز مصاري مشان يكمل حق البيت، قال لي انزلي بيعي ذهباتك حتى نكمل حق البيت، بيت بالريف. قلت له ايه تمام، بيت ذهباتي واخذ المصاري وكمل حق البيت. لما صار الخلاف بيني وبينه قال لي، قلت له انا في لي عندك ذهب؟ قال لي لا انت ما لك عندي شيء. قلت له بلا ذهباتي بعت لك اياهم عشان تشتري البيت. قال لي روحي بيعي البيت وخدي الجزء اللي انت حطيتي. قلت له انا بدي ذهباتي ما بدي حق البيت، انا ما بعرف بيع البيت. قال لي انزلي بيعي البيت وبيطلع لك ثلثه، هو الثلث تقريبا، يعني لما اشترى البيت تقريبا ثلث البيت من حق الذهبات. تمام. طيب هلا البيت بالريف ما بيجيب حق الذهبات، انا بعت شيء 60 جرام. هلا هو وقت اللي اخذهم منك دين؟ لا ما قال لي دين ابدا، قال لي بس بيدها، كان ما في خلافات بيني وبينه. والله فهمت، يعني انت وقت اعطيتيها الذهبات اعتبرتي انه انت وياه شراكه بهالبيت؟ لا. ولا انت عم تديني الذهب دين؟ حددي انت الموقف. لا هو ما قال لي لا دين ولا انا قلت له دين، انه يعني ساعدته مساعده يعني. يعني شركه انت وياه، البيت الك وله. انه ما في فرق بيني وبينه يعني. افهمي علي، يعني قصدك انه البيت الك وله. تمام. هلا معناتها بيطلع لك انت حصه، وقت اللي بعتيهم بهداك الوقت كان بشكله الثلث، بيطلع لك الثلث. هلا لو مقرضتيهم قرض لا خلص بيرجع لك اياهم، مالك علاقه بالبيت غلي ولا رخيص. اما طالما بعتي الاساور واشتريتي البيت انت وياه الي والك، فبيخسر لكم وبيربح لكم انتوا اثنين. يعني ما لازم يرجع لياهم ذهب؟ لا، على هالطريقه اللي انت حكيتيها لا، انت صرتي شريكه معه. اما لو قرض انت مقرضتيها قرض بيرجع لك يا ذهب. يعني ولو ما اجوا، يعني لو بعت البيت وما جاب لي حق الذهبات تبعي؟ اي طبعا، لانه انت شريكه هلا، انت شريكه في البيت. ايوه. وهو نفس الوقت لو ربح كمان بدنا نقول لك بدك تاخذي اكثر من ذهباتك، لانه انت شاركتي بالبيت شراكه. باخذ اتصال. الو. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. شيخ لو سمحت، انا قبل ما ركب اللولب تبع مانع الحمل، نعم، كانت دورتي 8 ايام، وبعد ما ركبته عم بتصير معي انه 10 ايام، 14 يوم، وهذا الشهر انه طولت معي لحد تقريبا 24 يوم. على المذهب الحنفي اذا استمرت من بعد 8 وقطعت العشرة بتصيري من بعد 8 هدول استحاضة، يعني دم نزيف، تتوضي وبتصلي من بعد 8. هي بشرط يبقى مستمر لبعد العشرة. تمام. وكجماع نفس الشيء. نفس الشيء خلاص، يعني تعتبري طاهرة، تعتبري طاهرة ومعزورة مثل اللي عم يزله دم من أنفه يعني. تمام. وكصيام بجوز ما؟ صيام وصلاة وكل شيء من بعد 8، هي بشرط إذا استمر عم أقلك لبعد العشرة. إيه لبعد العشرة. هلا أنا بعد العشرة بتطهر وبصلي عادي؟ لا، هي لازم تتطهري بقى من بعد 8 إذا عم يستمر لبعد العشرة، وهي عادتك 8. إيه هي عادت 8. إيه تماما. هاي اللي بدي لك عليه دكتور. وبالنسبة إنه أنا فطرت مو رمضان الماضي، قبله فطرته كله لأني ولدت، والسنة اللي بعدها يعني وقت بعد ما راح رمضان ما قدرت أصومه لأني بنتي عم ترضع مني، يعني وقت عم بصوم كتير عم بتضايق وعم بنحل جسمي وعم بعصب كتير. طيب. يعني لدرجة أنه ما عم بحسن أتحمل أرضع وقت اللي عم بصوم، فأجلت أنا لهالسنة، وهالسنة كمان لساعتي مرضى لسه ما فطمتها. بيجوز أنه إذا ما لحقت أكمله أكمله لرمضان اللي بعده؟ إيه بيجوز، لأنه هلأ الرضاع يعني يجوز الإفطار من أجله، وبتقضي بعدين اللي فاتوكي كلهم. ما عليك كفارة ما دكتور؟ حنفي ما عليك كفارة، عند الشافعي في كفارة. طيب مشكور دكتور. اذا صار لي شيء او متت لا سمح الله او بزلزال او هيك قصاص، يعني انا محاسبه عن هذا الشيء؟ يعني برقبتي دايما. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك، وان شاء الله هيك بتعيشي وبتشوفيها نعرسان وبتقضي، ولا تحطي هيك هالاوهام هي، لا تحكيها هي، يعني دائما تفائلي بالخير، تفائلي بالخير. تمام. ايه بس انه والله ما عنده الا الخير. والله ما عنده الا الخير، ان شاء الله بتعيشي وبتصير لهم أحفاد وبصيروا بيقولوا لك تيتي وبيعزبوكي كمان. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكي، أهلا وسهلا. شيخي أنا بس بدي أسألك سؤال ممكن؟
ايه تفضلي. شيخي هلا انا بحب صلي، بحب دائما الصلاه، ويعني كثير يعني هيك بحب اني يعني اني صلي وهيك، بس اني انا ما زياده يعني بالصلاه، يعني ما زياده انه بعرف اقرا واكتب وبحب اقرا بالقران. السؤال انه هو بالضبط ما هو؟ نعم شيخي، السؤال بالضبط يعني شو هو هلا؟ سؤال اني انا اذا مثلا فتحت القران ويعني مشيت فيه، يعني هيك رب العالمين انه يستجب لي؟ اكيد اكيد. يعني انت عم تصلي قصدك ولا بدون الصلاه عم تفتحي؟ لا لا لا، انا عم صلي. انت عم تصلي وفاتحه القران وعم تقراي منه؟ اي إيه، عند الشافعيه جائز، ما في اشكال ان شاء الله، وطبعا الله بيستجب لك والله بيعطيكي. الله بيقول بالحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني المبادرة، بس الواحد يبادر الله سبحانه وتعالى بيكون أسرع منه بالمغفرة. وإن شاء الله هيك طالما أنت متعلقة بالقرآن وحابة تقرأي وعم تفتحي، فأكيد الله سبحانه وتعالى سيبادرك ويكون أسرع منك في العطاء والمغفرة. باخذ اتصال. ألو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخي. يا اهلا شيخي وسهلا. بدي اسالك سؤال. انا مثلا بدي مالي نادر ندر، بدي اذبح مثلا دجاجه وبدي اعطيها لشخص نصراني مثلا مثل ما بقولوا مسيحي. نعم. هل يجوز؟ هو مو ندر. بقبل مني. هو مو ندر، مو هيك؟ مو ندر لا. ايه طبعا بجوز، وبالعكس لك ثواب. احنا مأمورين نبر جيراننا واصدقائنا شو ما كانوا مسلمين ومسيحيين. يعني بيجوز، ما هيك؟ طبعا طبعا، في لك اجر. شكرا كثير لك شيخي. اهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. اهلين يا ميت. هلا. اهلين شيخي، بدي اسالك انا عن الزكاة. نعم. انا بيجينا محصول مشروط كل سنه مبلغ، يعني شي بدأ لك 20 مليون، ما بيجينا كله فرد دفعة، بيجينا على دفعات، يعني كل فترة بيجينا منه مبلغ، كل فترة بيجينا مبلغ. هلا أنا إذا بدي أنا ولبناتي هالمبلغ، أنا إذا بدي أطالع زكاة المحصول شلون بدي أحسبها؟ هلا أنت المحصول إليك ولا أنت مأجرة الأرض وحدا بيزرعها وبيعطيك؟ إيه حدا بيزرعها وبيعطيني. إيه؟ بيعطيكي محصول ولا بيعطيكي مصاري إجرة الأرض؟ مصاري. بيعطيكي إجرة الأرض. إيه. يعني معناتها الآن أنت ما عم تزرعي، أنت عندك أرض ومأجرتيها. مظبوط. ما هي أجر. وبيجيكي أجارها بالسنة 20 مليون. إيه. تتوزعيهم أنت وبناتك وبتصرفيهم وبيجوكي على دفعات. هيك. أيوة. السؤال. إيه؟ ما بيطلع لهم زكاة؟ ما بيطلع زكاة؟ هيك ما بيطلع، إذا مثل ما حكيتي أنت هيك بهالشكل، لأنه هن دون النصاب وعم يجوكي وعم تاكليهم وتوزعيهم أنت وأولادك. طيب طالما أنه الأرض إجرة. إيه؟ أنا بأكد الفكرة. ها ما إجرة، مرابع. إيش بيقولوا هذا؟ أي يعني هلا معناتها المزارع، يعني مزارع. مش عم تتشارك ومشاركة هلا. إيه؟ هلا المحصول اللي بيطلع إذا كان عم ينسقى عندك بالموتورات مي ومازوت، موتورات مي ومازوت، نص العشر. أيوة. نص العشر. أيوة. يعني 5%. أنا يعني نصابه قد 5%، نص العشر. لا قصدي النصاب اللي لازم أدفع عليه. هلا مو بقولوا مثلا المبلغ إذا كان 20، إذا مثلا 10 ما بتدفعوا، 20 بندفع، هيك النصاب. إيشو النصاب؟ يعني 5%. لا المليون بدال ما يطلع عليه مثلا 25,000 بيطلع عليه 50,000، بيطلع عليه 50,000 المليون، 50,000. ناخد اتصال. ألو ألو الو الو الو، اهلا وسهلا. كيفك شيخنا؟ يا هلا، اهلا وسهلا ومرحبا. أهلا فيك. شيخنا بدي اسالك سؤال. ايه تفضلي. هلا انا ابوي متوفي، امي متوفيه وابوي متزوج،
وكان يعني انه سجل كل شيء لمرته، سجل لها البيت وسيارة وشيء، وهلا ببيع من عنده أرض، ببيع من الأرض وبيعطي، عنده ولد واحد بيعطي وحارم باقي أولاده. هلا عند الحنابلة يعني حرمان، عدم العدل بين الأولاد حرام. نعم. اي نعم. ما بيجوز يعني، النبي عليه الصلاة والسلام قال له أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. قبل الاتصالات تلقى بعض الأسئلة من الفيسبوك، بيقول هل يجوز جمع الصلوات الخمس بسبب أني لا أصلي الصلاة في مكان عملي، بسبب أني لا أستطيع الصلاة في مكان عملي فلا يوجد مكان مناسب للوضوء أو الصلاة. هلأ المذاهب الأربعة، المذاهب السنية الأربعة بتقول أنه ما في جمع بين الصلوات إلا بالمطر إلا بالسفر، هيك يعني اللي وارد، لكن عند الإمامية والجعفرية بيجوز الجمع. باخذ اتصال. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا، كيفك شيخنا، شو أخبارك؟ الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. الله يخليلي ياك. هلأ سيدنا بس بدي أسألك على موضوع التأمين الصحي، هلأ هل هو من ناحية الشرعية يجوز التأمين الصحي؟ أنه أتعامل مع شركة تأمين أنه مشان تأمين صحي، لغطي تأمين صحي مثلا، فهو من الناحية الشرعية يجوز ولا لا؟ هلأ التأمين الصحي إذا كان يعني تأمين إسلامي، بنك إسلامي، بيجوز. لا هي كشركات تأمين، يعني هلأ أنا ممكن مثلا أدفع لهم مبلغ سنوي على أساس أنه أتغطى طول السنة. معروف معروف السؤال. هلأ هي في شركات تأمين إسلامية مثل البنوك الإسلامية يعني، تمام، فبيجوز. إذا كان غير هيك ما بيجوز. طب نحن شلون بدنا نميز بين التأمين إذا هذا تأمين؟ بيقولوا هن، بيقولوا تماما، يعني لازم اسال قبل ما انه ايه. تمام. الله يجزيك الخير. على راسي، اهلا وسهلا. ميت هلا. باخذ اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه يا شيخ. الله يعافيكم يا هلا. بدي اسالك سؤال يا شيخ بخصوص كتب كتاب الشيخ بخصوص كتب كتاب شيخ ايه؟ دون المحكمه. ايه، أختي إجاها عريس من 4 شهور تقريبا، وكتب كتاب شيخ يعني قدمه مؤخر جدا بسيط، كان حسب إمكانية الشيخ طبعا، نحن وقبلنا بالموضوع، بس المشكلة إنه وعدنا خلال شهر يكتب كتابه بالمحكمة. تمام شيخ؟ تمام. فهو لحد الآن صار لهم 4 شهور ولحد الآن ما عم يكتب كتاب المحكمة، وعم يأجل، وهو عم كيف بدي لك يعني إلنا الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده، يعني هيك مجرد تأجير وهو ما عنده عذر أبدا للتأجير. طيب السؤال وين؟ طيب. السؤال هل هو من الشرعي إنه يفوت ويطلع لعند عروسته يعني ياخدها ويطلع هو وياها، أو يعيش حياتهم طبيعي كأنه مكتوب كتابهم بالمحكمة؟ لا شرعا إيه، بس المشكلة وين بين كتاب الشيخ وكتاب المحكمة؟ انه بكتاب الشيخ ما في حقوق، يعني هو اذا طلع قليل دين ما بيخاف الله وقال انا خلاص ما بدي لا اعطي مهر ولا بدي شيء، تركه مشي يعني. بالضبط. كله بالضبط. هذا انا هون حديثي، انا بدي بس تفهمني هالنقطه هاي. هلا انا ضمنيا انا مالي رضيانه بالموضوع لانه بهالنقطه هاي بالضبط، تمام. فانا انه صراحه خايفه انه على اختي مشان انه انكشفت عليه للشاب وانه هو زوجها. هلا يعني هذا الموضوع بده كتاب محكمة مشان حفظ الحقوق، تمام، مشان إذا هو يعني ما بده يدفع الحقوق في قضاء، في قاضي، في محكمة بتلزمه بدفع الحقوق والالتزام بالأحكام التي تترتب على الزواج. أما تمام. بكتاب الشيخ ضايع القصة، يعني هو شرعي بس إذا قال أنا ما بدي وما تمام. في دين يردعه وما في إله كبير وما في ما عب أحد يمون عليه وبتروح حقوق البنت. تمام، فهمت عليك شيخ. وفي سؤال ثاني الله يوفقك، صار له فترة أنا محيرني. عندي العادة الشهرية تجيني 15 يوم، فأنا نعم. 15 يوم بالعادة و15 يوم طاهرة، فهالموضوع أنا مشان الصلاة والصيام،
شوف يعني صار معني حاولت اني اتعالج كثير وخلص ما في مجال. انا هيك العاده عندي 15 يوم نظافه و15 يوم بالعاده الشهريه. هلا عند الشافعي بتبقي مثل ما انت. تمام. عند الشافعي بتبقي مثل ما انت. عند الحنفي من بعد العشرة هدول بتتوضي وبتصلي ويعتبر استحاضة وليس دورة شهرية، لأنه أكثر الدورة الشهرية عند الحنفية 10 أيام. يعني بعد 10 أيام فيني إني أتوضى وصلي. عند الحنفي. تمام. أينا. طيب شكرا كثير لك يا سيدي. أهلا وسهلا يا مرحبا. باخذ اتصال. ألو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك عافية شيخي. الله يعافيك. أهلا وسهلا. شيخي أنا بس سؤالين زكاتك. ايه تفضل. والمرة مرتي رضعت ابن حماي. ومرتين مرتين رضعت ابن حماي ورضع لشبع ونام، هذا بيكون ابني برضاعة؟ عند الحنفي ايه، عند الشافعي لا. ايه مذهبي حنفي. ايه بيصير ابنك بالرضاع. طيب مرته بتنكشف علي؟ مرته بتصير مرت ابنك. ايه طبعا. طيب السؤال الثاني، يعني في عادات وتقاليد اهل حلب انه اذا البنت المولودة الجديد، الصبي اذا مولود جديد وعينه رمدت. ما فهمت عادات اهل حلب، تعد لي بس شو غابت عني. نحن بعاداتنا اهل حلب اذا الصبي عينه رمدت، مولود جديد عينه رمدت. نعم. فبيقولوا انه خذي من صدر انثى وحطي على عينه. نعم. فامي مره من المرات حطت من صدر مرتي على عين الصبي وزاد في المعلقه شوي من حليبه وحطته في تمه. تمام. هذا كمان شو حكمه يا شيخي؟ حنفي ابنك بالرضاعة، شافعي ما اسمه ابنك بالرضاعة. طيب يعني شيء ليه يذكرها دخل في تم الصبي؟ شلون؟ هو شيء ليه يذكر فات في تم الصبي بس؟ يعني عبر عنها الإمام أبو حنيفة بمصة واحدة، يعني إذا مقدارها يعتبر ابن بالرضاعة. الشافعي بده 5 مشبعات. أيوة. ففيك تقلد الإمام الشافعي هون بهالمسألة تبعي العين الرمدانة وشوي اللي زادوا وما يكون ابنك بالرضاعة. طيب أنا فيني أختار المذهب مثلا مثل هيك فيك. مثل هيك فيك، يعني مثل هالقصة هاي فيك، يعني فيني أخدع المذهب اللي بدي إياه. لا مثل هيك الرضاع، يعني مثل هاي المسائل ممكن يختار الإنسان فيها، يعني خاصة أنه مثل هاي أنه والله أخذت شوية حليب وما عرفنا قديش مقدار البقيو بالمعلقة وكذا، يعني هاي بتقلد الشافعي وإنت مرتاح. هلأ ذاك شبع رضع رضعتين يعني مشبعات قلت، هدن كان يعني من نبقى على الاحتياط ونبقى على المذهب الحنفي مثل ما رحنا ومنقول أنه ابنك بالرضاع. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطول، أسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى وأهل الرأي في الدعوة، نحييهم